إلى هذا أعلنت شركة مصر للطيران تعليق رحلاتها إلى مطار إربيل عاصمة أقليم كردستان العراق اعتبارا من يوم الجمعة المقبل لحين إشعار آخر. وأوضحت الشركة أن قرارها جاء بناء على قرار سلطة الطيران المدنية العراقية. وأكدت الشركة في بيان لها أن قرار التعليق سيسري اعتبارا من مساء يوم الجمعة. يذكر أن مصر للطيران تنظم 4 رحلات أسبوعيا بين القاهرة وأربيل. وفي وقت سابق اليوم قالت شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية أنها ستعلق الرحلات من وإلى مطار إربيل ابتداء من الجمعة.